فاضلة في الرياضيات ما زالت محيرة للعقول للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. كان هناك 3 رجال يمتلكون 17 جملاً عن طريق الإرث بنسب متفاوتة، فكان الأول يملك نصفها والثاني ثلثها والثالث تسعها، وحسب النسب يكون التوزيع كالآتي: الأول يملك النصف 17 تقسيم 2 يساوي 8.5، الثاني يملك الثلث 17 تقسيم 3 أي 5.67، الثالث يملك التسع 17 تقسيم 9 أي 1.89. لم يجدوا طريقة لتقسيم تلك الجمال فيما بينهم دون ذبح أي منها أو بيع جزء منها قبل القسمة، فما كان منهم إلا أن ذهبوا لأمير المؤمنين علي عليه السلام لأخذ مشورته وحل معضلتهم. فقال لهم الإمام علي: هل لي بإضافة جمل من جمالي إلى القطيع؟ فوافقوا بعد استغراب شديد، فصار مجموع الجمال 18 جملاً، حيث قام الإمام علي عليه السلام بالتوزيع كالآتي: الأول يملك النصف 18 تقسيم 2 يساوي 9، الثاني يملك الثلث 18 تقسيم 3 يساوي 6، الثالث يملك التسع 18 تقسيم 9 يساوي 2. الغريب في الموضوع أن المجموع النهائي بعد التقسيم يكون 17 جملاً، فأخذ كل واحد منهم حقه، واسترد الإمام علي عليه السلام جمله 18. المدهش أكثر من ذلك أن كل منهم أخذ أكثر مما كان سيأخذ حسب القسمة الأولى، فالأول سيأخذ 9 جمال بدلاً من 8.5 جمل، والثاني سيأخذ 6 جمال بدلاً من 5.67، والثالث سيأخذ 2 جمل بدلاً من 1.89. رائعة من روائع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. القضية هنا ليست رياضيات فقط، بل هي قدرة القادة العظام على حل المشاكل ودرء الفتن. وكما ترون كان الكل رابح ولم يخسر الإمام شيئاً.